متعودين مع بداية الشهر الكريم ان احنا يبقى معانا نصيحة من يعني احد علماء وزارة الاوقاف بيقول لنا فيها عن العمل الصالح والتقرب الى الله في هذه الايام المباركة. وزي ما احنا دايما بنقول انه هي فرصة جميلة جدا ان احنا ناخد جرعة دينية ونركز شوية في يعني امور ديننا وحياتنا ونتفقه اكثر في ديننا. الشيخ احمد مكي امام وخطيب مسجد السيدة زينب. بسم الله والحمد لله. اللهم إنا نسألك بغفرانك لأهل الغفران وبرضوانك لأهل الرضوان وبإحسانك لأهل الإحسان وبرحمتك لصائم شهر رمضان وبكتابك الذكر الحكيم القرآن أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد ابن عدنان وعلى آله وسلم صلاة ترزقنا بها صحة القلوب والأبدان في كل وقت وآن. وبعد، فأيها المشاهد الكريم، هذه أيام معدودات وأنفاس مباركات في هذا الشهر الكريم. هذه أيام ينتصر فيها موسى الروح على فرعون النفس ليحظى بالمناجاة على طور تجليات القلب ليفوز بالتجلي الإلهي الذي ينسف به جبال الخيالات والشهوات والنزوات فتصير بها دكا فتذرها قاعا صفصفا. هذه الأيام المباركة هي أيام الصوم، وكلمة صوم كلمة تحتوي على ثلاثة أحرف صاد وواو وميم، وكل حرف منها يشير إلى خلق من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم الصادق مع الله عز وجل. فالصوم صاد وواو وميم، والصائم صابر ورع محسن. صابر لأن الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله تعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر والنصف الثاني هو الصبر عن معصية الله عز وجل. الصائم ورع لأنه يتورع عن المباحات، بل يتورع عن المباحات والمحرمات، لأن الورع هو مقام الصادقين مع رب العالمين. الصائم محسن لأنه يتحلى بمقام الإحسان الذي قال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سأله سيدنا جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصائم يتحلى بالإحسان في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يحقق لنا ولكم الآمال، وأن يجعل بلادنا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.